اندلاع حريق بملهى ليلي في مدينة مورسيا الإسبانية يتسبب في وفاة 13 شخصاً على الأقل حسب ما أفادت به أجهزة الطوارئ الإسبانية. اندلاع الحريق بطريقة مهولة امتد إلى ملهى ليلي مجاور، ما أدى إلى انهيار سقفه، الشيء الذي عقد عملية البحث والإنقاذ. عمدة مورسيا أكد أن البلدية عبأت 12 عربة إطفاء و40 رجل إطفاء، بالإضافة إلى 18 ضابط شرطة محلي. وعلى إثر هذه المأساة أعلن مجلس مدينة مورسيا الحداد الرسمي لمدة 3 أيام، كما أعرب من جانبه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز عبر منصة إكس عن حزنه وتضامنه مع عائلات ضحايا الحريق المأساوي ونقل دعمه وتعاونه إلى رئيس جهة مورسيا.